بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضرتك. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وهو ماشي هو الصحابة مر على مقابر فبكى بكاء شديد جدا، فسألوه الصحابة: لما تبكي يا رسول الله؟ فقال لهم: أمي تدفن هنا. هل ده معناه أنه بكاءنا على الميت ما فيهوش حرمانية؟ طب الناس اللي بتقعد تقول: ما طيطوش، ما تبكوش، أصل دموعكو بتحرق المتوفي، أصل ده دموعكو بتنزل عليه، مش عارفة بتعمل إيه، والدعاء والبكاء عند المقابر لحظة الدفن، هل ده في حرمانية ولا ما فيهوش؟ الكلام الكتير اللي بنقعد نسمعه والحرمانيات كتير قوي اللي ممكن نكون إحنا بدعناها وإحنا اللي طلعناها أو إحنا اللي بنقولها وإحنا اللي حرمناها، إنه حرام، أنتوا كده مش مؤمنين بربنا، هو أنتوا كده بتعترضوا على قضاء الله؟ لا، احنا ما بنعترضش على قضاء الله، ولكن في حاجة اسمها ان الفراق صعب قوي، خاصة لما يبقى حد قريب منك جدا، بيبقى فكرة انه مش موجود، مش هتشوفه تاني، لو احتاجته مش هتلاقيه، لو حسيت ان انت محتاج دعوة منه مش هتلاقيه قدامك، اكيد بيبقى امر صعب جدا. خلونا نتكلم النهاردة عن كل الامور اللي ممكن نكون فاهمينها غلط في حياتنا، خاصة في حالات الموت، مع فضيلة الشيخ يسري عزام اللي بيشرفني إن شاء الله أول مرة في الدين والحياة، وأكيد برحب بصلاة حضراتكم وأسئلتكم، ولكن بعد الفاصل.